اهلا ومرحبا بالجميع على قناه احدث صيحات الموضه والازياء العالميه ار بي فاشن موديل مع استعراض موديلات العارضه لورين بيتلر من فساتين وملابس الموضه الحاليه. ولدت عارضة الأزياء الأمريكية لورين بيتلر في 6 مارس 1998 أي تبلغ من العمر حوالي 22 سنة في شارلوت بولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي عارضة أزياء مشهورة وتعتبر نجمة إنستغرام. وتعتبر عارضة الأزياء لورين نجمة وسائل التواصل الاجتماعي والمعروفة على نطاق واسع بحسابها على إنستغرام، حيث تملك أكبر قاعدة جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي. ولقد اكتسبت العارضة لورين شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة إنستغرام، وهذا بسبب صورها الشخصية وطريقتها في ترويج أحدث صيحات الموضة من أكبر شركات الموضة والأزياء. حيث تعتبر العارضة لورين من أبرز عارضات الأزياء نجاحا، ويقدر دخلها بين 10 ملايين دولار إلى 15 مليون دولار، وهذا من شركات الرعاية التابعة لها العارضة لورين، وتملك أيضا حوالي 2.5 مليون متابع على حسابها إنستغرام.